استأنف فريق كرة القدم بنادي المريخ العاصمي تحضيرات اليوم الاثنين استعدادا للدوري الممتاز الذي يستأنف في 15 من الشهر الحالي، ويصرف على تدريبات نادي المريخ الضوء قدم الخير في ظل غياب المدير الفني المسلمي أو السليمي الذي لا يزال أمر استمراره مع الفريق غير محسوم. وشارك في الميران 20 لاعبا، وسيخوض الفريق تدريبا جديدا غدا الثلاثاء ويواصل فيه برنامجه الإعدادي. ويعاني فريق كرة القدم من عدم الاستقرار في الدكة الفنية، حيث تناوب أكثر من 3 مدربين على تدريب الفريق منذ بداية المنافسة التي يسعى الفريق للاحتفاظ بلقبها للعام الثاني على التوالي.